بذكرى ثورة الملك والشعب وكذلك بذكرى عيد الشباب المجيد. بالنسبة للمستجد القضية ديال الصحراء اللي كنعتبروها ماشي قضية ولكن هي مطالبة بإقرار يعني ديال الأحقية ديال الحق يعني اللي كيأكدوا التاريخ والوقائع ومجموعة ديال الحجاج اللي يدليها بها المغرب. حنا بالنسبة لنا الانتصارات الأخيرة اللي حققتها الدبلوماسية المغربية خير شاهد دوليا على أنه كاين واحد التجاوب كبير على المستوى الدولي لأنه أزيد من 29 يعني دولة فتحت قنصلية ديالها في الجنوب، اعترافات ديال أزيد من 100 دولة، كذلك انسحابات ديال اعترافات مرتزقة ديال عدد من الدول، واللي كنأكدوا عليها مجموعة ديال يعني اعترافين اللي هما أساسيين مؤخرا، الاعترافات ديال أمريكا اللي كتبقى يعني أعظم قوة اقتصادية في العالم، وكذلك الاعتراف ديال إسبانيا ديال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز اللي اعترف بأنه الأحقية ديال المغرب في الصحراء ديالو بين الصحراء المغربية، وهذا اعتراف ماشي ديال كباقي الدول لأنها كتبقى الدولة اللي كانت مستعمرة للصحراء كتعترف بأنه الصحراء أرها مغربية. هذه مجموعة ديال المكاسب يمكن حتى واحد يتنكر لها، وكذلك كنستحضر يعني القرار ديال مجلس الأمن الدولي 2654 اللي وضح بأنه الجزائر كتبقى طرف مباشر في النزاع لأنه يومي تهرب ولكن توضح بأنهم هما اللي مر هذا النزاع كله، كتبقى الميليشيا ديال بوليزاريو مجرد كراكيز كتستعمل ومجموعة ديال القادات اللي كيحاولوا يسترزقوا على المأساة والمعاناة ديال الساكنة ديال المخيمات المغرر بهم. قرارين، كاين قرار كيأكد بأنه يعني المبادرة الملكية الأول المغربية كتبقى مبادرة جادة وحاسمة، وكان تمديد ديال يعني الدور ديال البعثة ديال مونيرسو، هذه كلها يعني كان في القرار بأنه تجاوب كبير مع المقترح المغربي، وهذا كما قلت راه كيبقى مكسب لنا خصوصا أنه العدد من ديال الدول اللي هم أعضاء كاين اعترافات ديالهم رسمية، وهذا كيبقى انتصار تاريخي ودبلوماسي يعني للمغرب. كما قلت أزيد من 29 قنصلية تفتحت في مدينتين بالصحراء، وهذا كيبين تحدي كبير يعني وتفنيد الادعاءات ديال المرتزقة البوليزاريو والمساندة ديالهم الجزائر. هذه اعترافات ما جاتش هكاك بصدفة ولا ارتجالية، ولكن جات مبنية على مجموعة ديال الحجج وديال الدلائل اللي دلا بها المغرب قدام منتظم الدولي، وهذه يعني نجاحات كانت ماشي غير منتظرة، يعني كانت راه حنا الشعب المغربي كنقروا بأن الصحراء مغربية والتاريخ كيقرها، والعلاقات ديال المغرب وديال السلاطين يعني المغاربه بالساكنه ديال الصحراء والقبائل كارتباط قوي وتاريخي، يعني هذا غير تفنيد الادعاءات لا اقل ولا اكثر. هو العلاقه ديالنا مع يعني اسرائيل كتبقى علاقه ديال التعامل بالمثل، التعامل ديال كاع يعني التنظيمات الدوليه، ولكن الجميل في المغرب هي انه كيبقى تمسك بحق ديال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في الحريه في الدوله ديالو في العاصمه ديالو، هذه كلها يعني مسانده وخير دليل. كاين صندوق ديال الدعم ديال الشعب الفلسطيني، كاين مجموعه ديال التنظيمات اللي كيتراسها سيدنا ينصرو، كاين يعني دعم مباشر للشعب الفلسطيني، ماشي كيعني بانه كاين علاقات مع اسرائيل اللي غيكون تخلي على الشعب الفلسطيني، ولكن كان تصريحات رسميه من الحكومه ومن سيدنا ينصرو بانه كنبقاو اخوه ديال الشعب الفلسطيني مساندين لهم حتى الاخر رمق. هو بعد الا جينا في اطار يعني تقييم حتى الحاصل بين المغرب محطم ارقام قياسيه بدون ما يدير علاقات ولا يديرهم، الجزائر كتبقى غير كتحاول تخلق يعني مجموعه ديال يعني منافسه للمغرب في مجموعه ديال المحطات او ديال التنظيمات او منظمات، ولكن هذا يعني لا يصح الا الصحيح. المغرب فرض راسه بقوه لا في افريقيا ولا في اوروبا ولا في مجموعه ديال الدول على مستوى المعاملات الدوليه كلها، يعني كاين ارقام اللي كتشهد ماشي ادعاءات او منافسه بالكلام الفضفاض. انه انتصار كذلك المغرب كما قلت، المغرب الارقام اللي كيتعامل بها كضعف الرقم اللي كتعامل به الجزائر ثلاث مرات، واخا ما قدمش كيبقى هو فارض راسه في السوق، يعني كيبين بانه قوه اقتصاديه قادمه بقوه، يعني المغرب ما يمكنش نذكروا بانه عرف واحد يعني قفزه على مستوى الاقتصاد، والفتره ديال كورونا وضحات لنا بان المغرب راه تمكن انه يقاوم رغم ان الحدود مغلوقه، كان قاد انه ينتج مجموعه ديال المنتوجات بلا ما نهضروا على الصناعه ديال السيارات كذا او على مستوى الفلاحه، لان يعني المخطط ديال المغرب الاخضر يعني حقق يعني واحد النجاح كبير، وكان مجموعه ديال المنتوجات اللي دول اخرى لقات فيها ازمه، المغرب تمكن انه يواجه الازمه خلال ديك الفتره، خصوصا فاش نهضروا حتى على القمح او الذره او الرز، لانه كما لاحظنا يعني الصين اللي كانت كتصدر يعني نصف ديال المنتوجات ديالها فجات كورونا وقفات
50% ديال القمح و 60% ديال الارز وكذلك ديال الذره، ولكن بالنسبه لنا على مستوى المغرب تجرت الازمه بحكمه والحمد لله كانت نتائج جد ايجابيه وضحت بان المغرب قاد براسه. حنا دابا على مستوى العلاقات الاقتصاديه الدوليه راه الدوله كتشوف يعني الدول اللي عندها كاين تبادلات اكثر كاين ربح، ما بقاش انك تقدم طلب. المغرب فرض راسه كما قلت مجموعه ديال المنتوجات، ماشي بضروري انه يدير طلب ولا ما يقدم، هو مطلوب مجموعه ديال المنتوجات والخدمات اللي كيقدم.